إذن عن عملية طوفان الأقصى وتداعياتها في ظل محاولة من يسمون أنفسهم قوى المقاومة والممانعة الاستفادة من العملية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي العراقي أحمد صبري. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. عملية طوفان الأقصى سجلت بطولات أفقدت قوات الاحتلال توازنها، ولكن بماذا تفسر هذا التضامن الواسع مع الأمة في هذه العملية تحديدا؟ يعني هذه العملية بكل الأحوال هي إعادة الثقة للمقاتل الفلسطيني تحديدا، بعد أن أسقط نظرية الأمن الإسرائيلية في هذه العملية البطولية. لذلك هناك مشاعر فرح ومشاعر فخر بما جرى في فلسطين المحتلة في عملية طوفان الأقصى، التي أكدت أن الفلسطيني متمسك بأرضه وأحلامه في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. لكن هناك من يحاول أستاذ أحمد الاستفادة من العملية وأيضا استغلال القضية الفلسطينية، وذلك للترويج لمشروعه وأجندته، كما هو الحال مع ميليشيا الحشد. هل الأمة لا تزال ينطلي عليها مثل هكذا حديث أستاذ أحمد؟ بالتأكيد لا، لأنه هؤلاء مجاميع من الميليشيات التي لا دور لها، وإنما تطلق التصريحات النارية في محاولة لتضليل الرأي العام وأيضا لتضليل البسطاء من العراقيين والسوريين واللبنانيين الذين يعتقدون أن تحرير فلسطين بالأفعال وليس بالأقوال. هذا المحور الذي لا يزال يدعم بالشعارات فقط، هل تعتقد أنه قدم الدعم الحقيقي والفعال للمقاومة رغم مطالبة المقاومة فتح جبهات خاصة في سوريا ولبنان؟ نعم، هذه الجبهات سامطة منذ سنوات، وبالتالي كل المراهنين على هذه الجبهات سوف حقيقة يصابون بالذعر وبالإفلاس، لأن هؤلاء يقولون بما لا يفعلون. لذلك هؤلاء كما هو واضح يطالبون بفتح الجبهات، وهم يقفون على أبواب هذه الجبهات ينظرون إسرائيل ماذا تفعل للشعب الفلسطيني. أستاذ أحمد، بالتزامن مع نداءات المقاومة الفلسطينية فتح جبهات على الاحتلال الإسرائيلي، نشاهد نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له قد دكت شمالية سوريا بالصواريخ. كيف يمكن فهم أولويات تلك الأنظمة سواء كانت في طهران أو من يواليها أستاذ أحمد؟ أولوية هؤلاء أو النظامين هو حقيقة إنزال أقصى العقوبات وأقصى الضربات للشعب السوري واللبناني، وبالتالي مصادرة حقوقهم عبر فعاليات وعبر رأي عام من أجل تمرير هذه المخططات التي لا تنطلي على أحد، لأن مدافع وأبواب هذه الجبهات صامتة ومقفلة منذ زمان. من عمان الكاتب والباحث السياسي العراقي أحمد صبري، شكرا جزيلا لكم.